صدق الله مولانا العظيم. السيدة والسادة ضيوفنا الأكارم، رؤية ليبيا الواعدة هي رؤية الناضلة، فكان للفنون التشكيلية دور في التعليم أيضا. في بنغازي العامرة بعد أن ساد الأمن والاستقرار من المحتفى بهم من الفنانين التشكيليين ومن ضيوفنا الكرام الذين لبوا الدعوة وحضروا معنا هذه الاحتفائية التي تحتفي فيها الجامعة بذكرى تأسيسها بعيدها 17. الأخوات والأخوة، نشعر بالغبطة والسعادة ونحن نلتقي من كل ربوع الوطن لكي نجسد هويتنا الليبية، ومن خلال الفن التشكيلي نوحد هويتنا الوطنية. نحن نحتفي في هذه الجامعة التي تؤمن بأن تكون بدون أسوار وأن تكون جزء من هذا المجتمع، نحتفي في عيد الجامعة 17 بمعية كوكبة من فنانينا التشكيليين المبدعين، مجسدة دورها المجتمعي في إحياء القيم وفي الاهتمام بالإبداع والفنون وإبراز الأعمال الإبداعية في الفنون التشكيلية التي جسدت هوية الوطن واختصرت انشغالاته في لوحات رائعة معبرة. تمت تسمية طاعات هذه الجامعة بأسمائنا. بداية أشكر لكم هذه المتابعة. اليوم يوافق الذكرى 17 لافتتاح الجامعة، وبهذه المناسبة السنوية التي تعقد في كل عام يتم الاحتفاء بإحدى القيم النبيلة. السنة الماضية كان احتفاء ب 25 شخصية ممن أعطوا للوطن وكان لهم إسهامات كبيرة من رواد و مساهمات مجتمعية. هذا العام ارتأينا أن يكون هناك احتفاء بقيمة أخرى، قيمة ذائقة الجمال وأيضا بالفن التشكيلي. اليوم سيتم تكريم 41 شخصية. طبعا هذه الشخصيات ليست على سبيل الحصر ولا اتخذت معايير التميز بمعنى أنهم الأفضل، ولكن روعي بأن تكون من كل أنحاء الوطن. ففي هذه المناسبة يعني احنا الآن تجمعنا هويتنا الليبية ويوحدنا الفن التشكيلي، ومن خلال الفن التشكيلي يعني نرى توثيق لحياة الليبيين في السابق وفي الحاضر وأيضا أمالهم وطموحاتهم المستقبلية. فنحن بهذه المناسبة اليوم يعني نشكر كل من ساهم، وبالتأكيد فإن هذه الذكرى 17
تعطينا المزيد من الحرص على أن يكون عطاء الجامعة والانفتاح على المجتمع في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا. تخصصي في الواقع أنا مهندس كيميائي، ولكن يعني علاقتي بالفن التشكيلي بالتأكيد هي علاقة قديمة جدا، اللي ابتدأت منذ بداية الثمانينات بالمرسم الجامعي تحت اشراف المرحوم الاستاذ محمد سيتا احد المكرمين اليوم في هذا المهرجان. حقيقه نحن يعني فاجاتنا الجامعه الليبيه الدوليه بهذا التكريم حقيقه، اللي جاء في وقت فعلا كل الفنانين التشكيليين وكل المبدعين بشكل عام كانوا في امس الحاجه له، وهذا طبعا ليس غريب حقيقه على الجامعه الدوليه التي اخذت على عاتقها ليس العمليه التعليميه في حد ذاتها، ولكن ايضا العلاقة ما بين المجتمع بكافة أطيافه وبكافة يعني تطلعاته، بحيث أنها هي تكون ماشية معه في خطين متوازيين، وهو من عكس اليوم في إقامة هذا التكريم والذي سبقته بعض الفعاليات مثل الندوات، والتي كانت إضافة حقيقة يعني للفن التشكيلي بشكل 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 عام. بالتأكيد نتقدم بجزيل الشكر للجامعة الليبية الدولية على هذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حضرت هنا نيابة عن الوالد الفنان التشكيلي حسن عمر بن دردف. نشكر الجامعة الدولية طبعا على الاهتمام والتكريم الكبير والكتيب اللي أصدروه، وهي لفتة كريمة للانتباه إلى شخصيات لها لمسات في تاريخ الحياة الليبية وكتابة ورسم التراث الليبي. شكرا للجامعة الدولية، لفتة جميلة جدا، شكرا لكم. أولا نحب نحيي بالدرجة الأولى متابعتكم قناة المسار المتابعة لهذا الحدث الجميل والحدث الثقافي النوعي الإبداعي. ثانيا تحية شكر وتقدير للجامعة الدولية التي استضافت هذا الملتقى الرائع، ملتقى نخبوي يمثل كل أطياف الثقافة التشكيلية الليبية أو الفنانين التشكيليين على الخارطة الثقافية في ليبيا. الحدث البارز والجميل جدا هو يؤكد على تواصل هذه المعارف مع بعضها، تداخلها، تمزج هذه المعارف ما بين تشكيل وما بين علم وما بين معرفة في خلال أو من خلال لقاء ثقافي كبير جدا يكرم فيه نخبة حوالي 40 فنان على مستوى ليبيا بالدرجة الأولى.